أكثر من 6000 مداهمة مكنت من توقيف أكثر من 10000 شخص، من بينهم 423 محل أوامر عدلية، بالإضافة إلى وضع حد لنشاط 120 عصابة أحياء. هي أرقام من بين الحصيلة السنوية لنشاط وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2021. مكنت وحدة الدرك الوطني خلال سنة 2020 كما ذكرت بوضع حد لنشاط 120 عصابة أحياء متكون من 621 شخص متورط، وحجز 3 مركبات، 233 سلاح أبيض، سلاحين ناريين وأقراص مهلوسة. هذه قامت بها فصائل الأمن والتدخل اللي راهي مكلفة خصيصا لمجابهة هذا النوع من هذا الإجرام. وحدات الدرك الوطني سجلت كذلك أزيد من 1500 جريمة مرتكبة بوسائل تكنولوجية، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تمكنت وحدات الدرك من حجز أكثر من 2,000,000 قرص مهلوس. فيما يخص الجرائم المرتكبة بوسائل تكنولوجية والإعلام والاتصال، فعل مجرمة خلال سنة 2020 1362 فعل مجرم، أشخاص متورطين 1028. سنة 2021 سجلنا 1592 فعل مجرم، الأشخاص المتورطين 1234 بزيادة 17% بالنسبة للأفعال المجرمة. وفي إطار محاربة أشكال المضاربة والاحتكار، قامت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2021 بمعاينة 101 فعلا مجرما متعلق بهذا المجال، مكن من توقيف 561 شخص.